الدراسات المكثفة متاع الزيتون، أول حاجة تعترضنا اللي هي كميات الماء والاستثمار في كميات الماء. لهنا أول سؤال يتسأل، شنية الطريقة المثلى ولا الحاجة المثلى متاع قنوات الري؟ هل نمشي قنوات الري المردومة، ولا نمشي القنوات الري فوق الأرض، ولا نمشي القنوات الري شبه مردومة كما نشوفه في هذه؟ معانا المهندس اسماعيل دمق مش يحكي لنا على الميزات متاع كل طريقة والعيوب متاع كل طريقة، وشنية حسب التجربة متاعك الأفضل؟ بون، هوني بالنسبة للطرق الري، احنا في الأصل هما زوز طرق، هما تحت الأرض أو فوق الأرض. الطريقة الوسطانية هذه اللي هي شبه المردومة، هذه طريقة تم إحداثها مؤخرا. الناس اللي ما اقتنعتش بالقنوات المردومة تحت الأرض وخايفة من الريسك متاع أنه القطارات هذوما يتسكروا، وزيد مش مقتنعة أنه تحب القطارات تشوفها، على خاطر ديما المشكلة متاع القطارات تحت الأرض أنه حاجة ما تتشافش، يحب يشوف قطارة تقطر قدامه. دونك مشاو في الطريقة متاع أنه يردموا قنوات تحت الأرض ما بين على طول السطر، وفي كل سطر كيما في الكا هذية نطلعوا ديو فيه هو القطارات. احنا بين قوسين في الحاله هذه راهو الشجره هذه البارسيل هذه هي مخدومه بالري تحت الارض، ما عدا الشجرات هذوما على خاطر القنوات مردومين في البروفوندور تاع 50 سنتيمتر بعاد على زيتونه كيما هذه تم غراستها حديثا، خاطر هذه الزيتونه اصلها كانت ماتت بدلت بشجرة أخرى. دونك القنوات هذوما على اليمين وعلى اليسار بعاد عليها، وزيد اون بروفوندور 50 سنتيمتر دونك بعاد عليها. دونك خرجنا لها السورتي هذية باش تعاونها في العمل، لكن الطريقة هذية يتم اعتمادها في برشا حالات كطريقة رئيسية بالنسبة للسقي. بالنسبة للطريقة هذية احنا ما نشجعوش عليها، علاش؟ خاطر كيما نشوفوا هنية دونك فما تيو مردوم ومنه هو خارج تيو يمشي للشجرة. دونك هوني نشوفوا انه وقت اللي يجي التراكتور باش يخدم الارض نتاعو ولا باش يمحش، فما ريسك انه التيو مشيره هذه يضربه. كان مش تخليها بارون كيما هكا وبعيد التيو الرئيسي اللي مردوم بعيد على الشجره، دونك كيما هكا ريسك باش التيو باش يضربه. كان مش نقربوا التيو هذا اللي مردوم نقربوه برشا للشجره، مش يولي وقت الشجره نتاعنا تكبر وتعمل هيك الكوبه نتاعها وتكبر، مش تدز هكا التيو وتدز هكا الجونكسيون اللي خارجه من التيو، التي اللي خارجه من التيو وتكسرها. دونك هذوما اكتشفناهم مع الوقت. يمكن بعض الناس ما صارت لهمش مشكله اللي يردموهم بعد شويه، لكن صارت لهم المشكله نتاع ليفويت اللي تصير لهم بعد كل باساج نتاع حرث. فما مشكله اخرى زاد تعرض لها الفلاح في الطريق هذه، وتعقيبا وتفاعلا مع كلامك سي اسماعيل، اللي لهنا الطريق هذه تحفز الاعشاب الطفيليه ونجم على التكاثر بصفه كبيره، وبالتالي تعطيل كبير لنمو الشجره متاعي. هو هذا مش تجيبنا انت للطريقه الاصليه القديمه اللي هي فوق الارض، تيوات فوق الارض هما طريقه معتمده من قبل، من اول ما كان موجود الري قطره. الطريقه هذه فيها ايجابيات وفيها سلبيات. الايجابيات نتاعها الوحيده هو انه نشوفوا في تيوات نتاعنا قدامنا، نشوفوا في القطارات تقطر قدامنا، نتحكموا احنا في العدد نتاع القطارات، نتحكموا في البعد نتاعها مع الشجره، نتحكموا في كميه الماء نتاع القطاره اللي تخرجها هذيك. لكن هوني المشكله وين؟ المشكله اذا كان انا ننصح به، اذا كان مش تجم تحمي المزرعه نتاعك من اللي احنا الثعلب ولا في بعض المناطق كيما هوني فما الذيب اللي يجي يقرش التيو ويتسبب في فويتات في وسط البارسيل. اذا كان صاروا فويت في وسط البارسيل وفي وسط الريزوم تاع الجوتا جوت، راهو ما عادش نحكيو على تقسيم عادل ما بين القطارات وما بين الشجر. واضح، هذه حاجه. ثاني حاجه، الفويت هذوما مش ينجموا يكونوا تحت شجره، مش يخليوا الشجره تعطي تاخو اكثر ما نجم تسبلها في اسفيكسي، تنجم تسبلها في الموت نتاعها. هذا بخلاف انه عندنا المشكل نتاع الوقت اللي نحرثوا نتلزوا في بعض الحالات في بعض الحرثات انه لموا هكا التيوات ونعاودوا نرجعوا في هكا اللمان نتاعهم وفي ترجعيجهم. اول حاجه كلفه، ثاني حاجه
التيوات هذوما بهاك الجبدان وتكركير في التراب، هاك القطارات اللي ركبناهم يتنحاو يلزمنا نتلزو نعاودو نركبوهم، فما التيو زاد كل مره يتحك على الارض ويرجع، دونك فما بليسير قاعده تصير، دونك تسهل تنقص من ديوري دو في نتاع تيو القنوات هذيك. الطريقه هذه بالنسبه لينا انا تيجم تنجح ولا نشوفوها ناجحه في بعض لي بارسيل اللي هو ما يستعملش برشا حرث، التيوات ديما يقعدوا على بلايصهم، اللي هو مستعمل واحنا الديستانس معناتها البعد على القطارات على الشجره يكون مدروس باش ما تكونش الشجره تشرب من تحت الترون تاعها، يكون مدروس تحت لي فرونديزون لي غوتور نتاعها، ما يكونش عنده لي فويت، دونك الارض نتاعو محميه، ولا حتى كي يصير فويت على البلاصه يتصلح ويتريقل، دونك تيجم يكون ناجح. معناها انت هزيتنا للطريقة الثالثة اللي هي تحت الأرض، تحت الأرض القنوات المردومة واللي أنت تشوف فيها أفضل طريقة. أفضل طريقة من أنا ناحية، لكن لازمنا نعرفوا شنو ما الحويج لازمنا نركزوا معاهم في الميزون بلاس تاع التكنيك هذه. بالنسبة للقنوات تحت الري هي تحمينا من المشاكل نتاع الفويت هذوما الكل، تنقص علينا كما قلت بكري المشاكل نتاع النجم والمشاكل نتاع الحشيش، خاطر ما عندناش برشا ايميديتي الفوق، دونك الدنيا شايحه الفوق كما نشوفوا لهنا، دونك اقل ما يمكن نتاع حشيش. الثالث حاجه ما نقعدش في شاك فوا لمت في التيوات ولا الرجع، دونك نجم نخدم الارض نتاعي من الشيرات الكل من غير ما نقعد نلمت في التيوات. الحاجه الرابعه ويمكن هي الاساسيه بالنسبه لي انا في الريغاسيون تحت الارض اللي هو تعمل ايكونومي نتاع ماء توصل حتى ل 25% بارابور على الطريقه التقليديه اللي هي فوق الارض. لكن هوني بالنسبه المشكله نتاعها نشوفها انا الوحيده مقارنه بالطريقه العاديه هي الكلفه، لا اكثر لا اقل، معناتها الكلفه اللي تجم تكون اكثر حتى ب 30 و 40% من الكلفه نتاع الطريقه العاديه اللي هي فوق الارض. لكن هوني فما بعض الناس اللي صارت لهم مشاكل مع التكنيك هذه هو يصير سجتو. بالنسبه للبلانتاسيون صغيره كيما هذه انا وقت اللي مش نردم تيوات تحت الارض مش نبعد على التيو هذا ما يقارب 80 ولا 70 سنتيمتر، مش نبعد عليه تيو اخر من غادي 70 ولا 80 سنتيمتر، ومش نهبط به اون بروفوندير 40 ولا 50 سنتيمتر. دونك هوني وقت اللي نجي نعمل في بلانتاسيون جديده الشجره نتاعي مازالت ما فماش كرواسونس نمو نتاع الجذور نتاعها اللي مش وصلها للمورد نتاع الماء، مورتاليتي في البلانتاسيون. دونك هوني نخيروا انه نحطوا التيو نتاعنا ابارون على فتره معينه على الاول، من بعد نقوموا بالردم نتاعهم تحت الارض. فما شكون مشى في هذا كل نحكي لك على طرق اللي نجحت، فما شكون مشى في انه حطهم تيوات من الاول ما قعد يسقي فتره معينه لوين تكون ثراء وين البلاصه نتاع الشجره مش تغرس، وقتها امكنوا باش انه يغرس مع انه السقيه الاولى يسقيها بالسيترنا يعطي كميه نتاع ماء باهيه باش الشجره تشد روحها، بعد تو رابيدمون تمشي لراسين نتاعها وتوصل الثرى يمشي لها وهي تمشي للثرى. واضح. حاجه اخرى ناكد عليها بالنسبه للقنوات هذه تحت الارض، هذه قنوات التيوات نتاعها ماهماش التيوات العاديين، القطاره نتاعها قطاره سبيسيال لازم تتوفر فيها لوبسيون نتاع لوتو ريغيلون لوتو نيتوايون لونتي سيفون لونتي درينون ولونتي راسين. قطاره اون فوا تطيح بريسيون على البريسيون على معدل معين لازم لا تخرج ماء لا تشفط الماء، خاطر تجم تشفط التراب خاطر هي مردومه لوطه. والقطاره هذه لازم تكون فيها الميزه انه ما تسمحش للراسين العروق نتاع الشجره انهم يدخلوا في وسط القطاره، باش تتوفر لي زوبسيون اللي حكيت عليها مادام الكل لازم تكون القطاره متوفره فيها بريسيون مينيموم تاع فونكسيونمون. معناتها هوني لازم يكون عندنا كالكول صحيح، لازم تكون عندنا مضخه تعطينا كميه نتاع ماء محسوب مدروسه، كميه نتاع ضغط مدروسه، لازم يكون عندنا سيستم دو فيلتراسيون، يكون سيستم دو بريفيرونس، يكون انا ننصح باللي سيستم دو فيلتراسيون اوتوماتيك، خاطر مالوريزمون لو سيستم دو فيلتراسيون اللي يتطلب العامل باش ينظفوا في كل فتره ساعات يتم الاستغناء عليه، دونك خيروا انه يكون ان سيستم دو فيلتراسيون اوتوماتيك، ويكون عندنا ان سيستيم دو كوليكت لتيو هذوما اللي حكينا عليهم مش يتردموا في الاطراف نتاعهم ما يتسكروش في الاطراف نتاعهم مش يتلقاو في دي كوندويت اخرين، في لي كوندويت هذوك مش يكون عندنا دي روبيني دو فيدونج مره في مره نحلوا هكا لي كوندويت، كان فماشي تراب شدته القطاره من داخل، كان فماشي
دي زامبيورتي تخرج من الاطراف هكاك نستحفظوا على الديري دفي نتاعهم. يكون عندنا في اللوكال تكنيك نتاعنا في البيت المحرك نتاعنا يكونوا عندنا لانديكاسيون الكل البريسيون قداش الدي بي نتاع الماء اللي قاعد يتعدى قداش، ويكون عندنا ان سيستيم دو فيلتراسيون اللي يسمح لنا باش ما يخلي يتعداو كان لي بارتيكول نتاع التراب اللي تجم القطاره هي بحد ذاتهم تنظفهم. دونك هوني يلزم يتوفروا عوامل كاملين باش يكون ان سيستيم ناجح. راهو العوامل هذية ما هيش حاجة مخصصة كان للطيوات تحت الأرض، هذية راهو لازم تتوفر في تحت الأرض وفوق الأرض، لكنه أنه الفلاح فوق الأرض يقول لك أنا هاوكا نارا فيها، حتى كي تصير مشكلة ينجم في فترة وجيزة يتدخل، بينما تحت الأرض الحوايج هذوما ما فيهمش لعب، خاطر نحكيو على سيستيم كيما نشوفوا هوني، ما نجمو براتيكمون نعرفوا أنه الله لا يقدر فما مشكل إلا ما نشوفوها حدثنا على الشجرة. واضح، مشكور سي اسماعيل. طبعا اختيار متاع طريقة قنوات الري سواء مردومة ولا فوق الأرض يتطلب معطيات الأسس متاعها، نوعية التربة، الموارد المائية اللي عندي، الأصناف، وبالتالي لازم دراسة متكاملة باش يكون الاختيار متاعي هو الاختيار الأنسب.